انا معايا المحامي الكبير المستشار طارق محمود اللي قدم الدعوه. استاذ طارق، اهلا بيك يا استاذ المستشار. اهلا اهلا، ازيك يا محمد؟ بيه تحياتي الله لحضرتك استاذ يخليك. المستشار. انت النهارده انت مقدم طلب لشطبه او دعوه لشطبه ليه؟ يعني كل او اغلب الاعمال الفنيه اللي قام بيها محمد رمضان محاوله على العنف واستخدام السلاح، قدوه سيئه جدا لمحمد بيه للولاد الصغيرين اذا كانوا بنات او اولاد او شباب. حضرتك عارف استاذ المشاهدين عارفين ان في كميه كبيره من الشباب بيحاولوا يقلدوه، نعم، واحنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي محمد بيه يعني حاجات مزريه، يعني بنات عندهم 7 و8 سنين و10 سنين بيغوصوا بالسلاح زي ما هو بيغوص في افلامه، وعريانين وعلى وكتير. كده صحيح. نفس الكلام برضه الاولاد يعني. فهو انا بعتبره ان هو قدوه سيئه وان هو بيسيء للفن المصري، دي حاجه. واحنا بنعتبر نقابه المهن التمثيليه، وحضرتك اكيد معايا يعني، ان هي بتمثل القوى الناعمه نعم للدوله المصريه، يعني نعم دي بتساند الدوله المصريه مش معول لهدمها يعني ولا هدم مؤسساتها. انا شايف ان هذا الشخص بيسيء للفن المصري، انا ماليش دعوه بافعاله الشخصيه، عليها كومنتات وتعليقات كتير انا ماليش دعوه، بس هو جميع اعماله او اغلبها زي ما بقول لحضرتك طيب، ان هي المحكمة قالت بتسيء. النهاردة النهارده احنا تمت المرافعه والمحكمه قررت حجز القضيه برمتها للحكم جلسه 28/11 عشان تصدر حكمها في الطلبات اللي انا كنت طالبها في عرضة الدعوه، وقدمت فيديوهات للمحكمه بتؤكد ما قررته في صحيفه الدعوه بتاعتي وفي الدعوه بتاعتي ان هذا الرجل مثال سيء جدا للشباب المصري، وان هو ما ينفعش يبقى عضو في نقابه الممثلين، النقابه المحترمه اللي طلعت اجيال على مدى التاريخ، يعني احنا بنتشرف صحيح. بكل اللي طلعوا منها طب يعني، يعني قرار فما ينفعش. المحكمة ان هو هيشطب وهيشطبه ولا تأجيل للحسم؟ ده هو المحكمه بقى قرارها ان بالنسبه لعريضه الدعوه والمستندات والفيديوهات اللي انا قدمتها، المحكمه هتصدر حكمها في الطلبات اللي انا طالبها بشرط هذا طيب، في الممثل من عجالة يا خلال طارق، المسلسل. انت رفعت دعوة على بيل جيتس كمان، يعني على صح كده الاسبوع اللي فات؟ ايوه يعني ليه يعني وجدواها انا ايه و... تقدمت اه تقدمت ببلاغ للدين مستشار النائب العام، حملته فيه حال اختراق حسابات عشرات الالاف من حسابات المصريين على فيسبوك، لان هو احنا يعني كل التقارير اللي قريناها والتقارير اللي جايه من امريكا بتقول ان هذا العطل كان متعمد لاختراق حسابات اشخاص كتير تعدوا 50 مليون منهم حسابات اشخاص موجودين في مصر. فانا حملت المسؤوليه كامله عشان يعني اما يتم اختراق حسابات المصريين وهم ممكن يقدروا بعشرات الالاف ان هو يبقى مسؤول طب عنهم ده هيوصل للعالم؟ ويبين يعني احنا لهم. ممكن نبال اي حكم يطلع ضد بيل جيتس نجيبه او نحاكمه؟ يعني هل ده قانونا تمام يوصل لمحاكم طبعا دولية او قانونا كذا؟ تمام، وممكن يعتد به قدام المحاكم الامريكيه كمان، يعني ان هو اقر في تقرير صادر عنه بيان تمام. ان هو العطل ده صادر من عنده هو مش من طيب، اختراق انا زي عايزك ما هو بقى تجيب قال كل ده بعد العطل. وتجيلنا ونعمل فقرة عن الموضوع ده. انا ربنا يخليك، انا بشكرك اتشرفت يا اني سيادة ابقى المستشار. معاك يا محمد بيه، يعني حبيبي، الله حضرتك عارف يكرمك يعني. يا استاذ طارق محمود.